كنا طبعا التقينا بالحاج موسى من ناحية الإمام، هذه الناحية اللي قلنا لكم شقد طيبتها الله يبارك لي. وهنا هو بمقام الإمام ابن الحسن عليه السلام، هذا مرقد الإمام ابن محمد الحسن الأسمر عليه السلام، حفيد زيد الشهيد ابن الإمام السجاد زين العابدين ابن الإمام الحسين، استشهد في هذه الأرض سنة 451 للهجرة عن عمر يناهز 64 عاما بعد أن دارت معركة ضارية بينه وبين بني العباس، وكان سلام الله في نصرته بني أسد حتى قدموا 400 شهيد مع السيد الجليل أبو محمد الحسن. والسيد الجليل هو نقيب الطالبيين وشيخ بني هاشم، لما نزح من المدينة إلى العراق حل في هذه الأرض، وهي أرض ميليات تمتد من النيل إلى ناحية جبلة، استملكها مقابل ثمن. وكان في بداية تأسيس الدولة المزيدية الأسدية في الحلم، كان أميرها يحيى بن مزيد. لما رأوا نفوذ السيد الجليل ودرجة علمه، وكان يخرج كل ليلة جمعة ينصب موكبا لاستقبال زوار جده الحسين على طريق كربلاء حلة لقبة بأبو فياض لطيب كرمه على الناس، فما أتاه زائر إلا وفاض عليه بكرمه، صاحب كرامات ومعجزات شفاء المرضى، وكلهم بني هاشم الله جعل لهم هاي الكرامة وهذا النور العظيم، ونحن في هذا المكان الطاهر في رحاب السيد الجليل أبو محمد الحسن الأسمر، نهدي تحياتنا وسلامنا إلى كافة الأخوة في مدينة كنعان، ونتمنى لهم أن يأتوا ويزوروا هذا المرقد الشريف كي يفيض عليهم السيد الجليل بكرمه. أخوكم خادم مرقد الإمام أبو محمد الحسن الأسمر الحاج موسى سعيد الخفاجي، أهلا وسهلا بك وحياك الله، أتمنى لك التوفيق والزيارة المقبولة إن شاء الله. مرحبا متابعينا، طبعا من خلال الحاج موسى الخفاجي راح نتعرف على بعض الكرامات، اكيد اهل اهالي المنطقه المقيمين في هذا المكان ملاحظين او سامعين بعض الكرامات لهذا السيد الجليل. السيد الجليل له من الكرامات والمعجزات ما لا يعد ولا يحصى، منها شفاء المرضى من الامراض الخبيثه ما شاء الله، مرض السرطان. نعم. وهذا مرض ما إلى إلا رحمة الله وبركات أهل البيت، حتى الأطباء عجزوا، فشاهدنا بعض الناس اللي إجوا الله جعل لهم الشفاء وموجودين في منطقتنا في ناحية الإمام. نعم. وفي في ناحية الحمزة الغربي الله جعل لهم الشفاء، ولاحظنا أمراض أخرى مثلا العمى الله جعل لهم النور ببركة هذا السيد الجليل ما شاء الله، وشفنا بعض المرضى يعني عدة أمراض مستعصية الله سبحانه وتعالى حظاهم بهذه الكرامة وجعلهم رحمة للناس، والله سبحانه وتعالى يخاطب نبينا الكريم ويقول له وما جعلناك إلا رحمة للعالمين، فهم رحمة. ولاحظنا بعض الناس المسيئين الذين جاءوا يؤدون اليمين بالزور في هذا المكان، لأنه مناطقنا مناطق ريفية. نعم. فسابقا الإنباق وين يجي؟ يجي حلف هنا يمين. نعم. السيد. نعم. حلف المتهم هنا في 2007 يعني، وعلى حضوري وعلى مسامع الناس مو بعيدة إيه، بال 2007 بعد السقوط أحد الأشخاص من أهالي جبلة بينه وبين بعض الناس خصام على أرض، وعجزت الناس وياه، فالشيطان ارتكبه، فقالوا له إحنا الحكم بيننا وبينك
أبو محمد الحسن الأسمر. بعد ما عززنا منه وإذناه وردنا يجي للطريق ما يجي. أنتم هنا؟ هنا نعم. أي. وكان الجلوس في هذه الحسينية اللي تستوعب 400 نفر. ما شاء الله. هاي الحسينية متروسة حسينية الإمام. فحاولنا أن نكتسب منه فد شيء ما حصلنا. تحلف؟ قال أحلف. رفع إيده. عليكم السلام. سلام. ظلت إيده واقفة. وإذا به كالقناص كقناص جت الطلقة بسنسول الظهر الله من حيث لا نشعر. وقع على وجهه ركضوا علي ربع لقوا بالمكان قتله ماخ الله يطلع من المكان. فأهل الخصم المقابل قال هذا وهذا هذا حقي أنا استوفيته. هذا بالألفين سنة وغيره هواي اللي عماهم منها واحد اسمه زيدان حلف به هنا على طليان طلع بالباب كتل أخوه وعمس لقب لقب الصنان. جت الناس قال لهم لا لا تركهون حنا هذا الصنان صنة يعني ضربه هو. فبالمكان أخوه مات وهو عمه. وهواي هواي كرامات لا تعد ولا تحصى لهذا السيد الجليل. ممنونين ونشكر الله هاي الأحداث اللي دارت بالعراق. نعم. ناحية الإمام لن يصيبها مكروه لا هي ولا محيطها بفضل هذا السيد الجليل. الحمد لله. الحمد لله. كل التوفيق إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم شرفتونا. الله يبارك فيك. لقاءكم. الله يحفظك. نتمنى لكم إن شاء الله الزيارة تعود عليكم أمرار وتكسبون هذا الأجر والثواب وقضاء حوائجكم وشفاء المرضى إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. شرفتونا. الله يحفظك. يا أهلا بكم. تعالوا متابعينا ويانا نزور سيدي الجليل. بسم الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذا الديوان مصلى الرجال. نعم. هذا مساحة مقابلة من الجهة الثانية مصلى النساء. نعم. هذا 500 متر مربع. نعم. مصلى للرجال. ما شاء الله. هنا عندنا الحضرة المقدسة وفيها ضريح السيد الجليل أبو محمد الحسن الأسمر. ويكسي القبر الشريف شباك من الذهب والفضة. شباك من الذهب والفضة على نفقة أهل الخير صنع في مدينة أصفهان ونصب في هذا المكان الطاهر على قبر السيد الجليل أبو محمد الحسن الأسمر عليه السلام. وأجري له حفل كريم وجاءت من كل المحافظات شاركوا في افتتاح هيا سنة حجينا سنة 2018. نعم تفضلوا. الله يبارك لك. احنا بس أزور إن شاء الله. وهذه نبذة الجليل. نعم. السيد أبو محمد الحسن الأسمر عليه السلام الحسيني حفيد الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين. يبتدئ منا أبو محمد الحسن الأسمر النقيب. هنا ابن محمد اللي هو روى الصحيفة السجادية عن جد الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام. وهذا ابنه الآخر شكر والذي دفن في قرية داداخ أحد أعمال البلاد الحلية والآن تسمى قرية الشريفية على طريق الحمزة السياحي. والذرية صارت من شكر ابن السيد الجليل الحسن الأسمر. هذا أخو أسامة حكم في مدينة الحلة 4 سنوات وقلت رغبته وانتقل إلى مدينة واسط. هنا عندنا السيد الجليل. هذا ذكر أو تثبيت نسب الشريف 22 مصدر يذكرهن النساب الجليل العلامة المحقق معتمد العلماء الشيخ عباس محمد الجليل النجفي عضو اتحاد المؤرخين العرب جامعة الدول العربية محقق المزارات الشريفة في العراق والعالم الإسلامي مسؤول البحوث والدراسات مديرية الوقف الشيعي في النجف الأشرف
هنا ثبتت نسب السيد بأدلة واضحة، الأدلة الواضحة حتى عثرنا على قسم من المرمر عمره لما شو اسمه الآثار حققوا وشافوا عمر المرمرة مطابقة لعمر استشهاد السيد الجليل، والآن محفوظات عندنا. نعم. هذا ما يثبت وجوده في هذه الأرض الشريفة. ونسب الجليل طبعا أمه من المغاربة، أم أخت الوزير أبي القاسم المغربي، لأنه المغاربة أكثر أصالة بالعرب، وكانوا بني هاشم يختارون النسب الجيد كما قال الإمام أمير المؤمنين لأخيه علي بن لأخيه عقيل: يا عقيل اختر لامرأة قد ولدتها الفحول، إن العرق لدساس. فاختيارهم اختيار في مكانه، فأمه أخت الوزير أبي القاسم المغربي، فالله شرف هاي البقعة وجعلها مزار ومأوى للناس تقصد أسداني والشارد من كل أنحاء العالم حتى من خارج العراق. طبعا مزار شامخ بني على نفقات أهل الخير، لم يخضع للدولة لحد اللحظة، ملتزمي إحنا بإيدينا، وهذا الإعمار تحت إشرافنا والتبرعات الخيرية من فضل الله. طبعا ما تنبني بنية إلا على وجه صالح، صح، وهي كرامات السيد. يعني ماك واحد يعني يجيب له شباك من أصفهان من إيران بمبلغ 100 مليون دينار اعتبار، وإنما بدليل وكرامة، هذا يدل على كرامة السيد. سعيني أريد تبين للمشاهد، أكيد راح بعض الناس، الكثير من الناس راح يسألوننا مكان المرقد الشريف، مكان ناحية الإمام وين، فمن خلالك أريد توضح للمشاهد الكريم المكان وين. ناحية الإمام من النواحي القديمة العريقة، وهي تربط المناطق الوسطى بالمناطق الجنوبية، طريق بدر جصان سابقا تمر فيه القوافل من المناطق الوسطى من محافظة بابل إلى منطقة المحاويل، وكان فيها خانات. يمر على هذه المنطقة سابقا كانت قرية الإمام، والآن ناحية الإمام أبو محمد الحسن الأسمر، سميت باسمه تيمنا بهذا الرجل الشريف القائد العظيم. ويبعد وتبعد عن الخط السريع 500 متر، الخط الدولي، الخط الدولي السريع اللي باتجاه محافظات الجنوب، محافظة البصرة، بصرة، بغداد. نعم. يبعد عن الخط السريع 500 متر، ويبعد عن مزار السيد علي بن الحسين عليه السلام حفيد العباس 3 كيلوات متر. فهاي المنطقة سميت ناحية الإمام تيمنا بالسيد الجليل أبو محمد الحسن الأسمر، وهي من جزء من قضاء المحاويل محافظة بابل. إيش قد تبعد عن مركز قضاء المحاويل؟ تبعد عن مركز قضاء المحاويل 10 كيلومتر. ممنون. يا أهلا وسهلا. الله يعزك. شكرا جزيلا. سيد الجليل أبو محمد الحسن الأسمر، هذا يذكر به آباء وأجداده وأعمارهم والعصور، لأنه السيد الجليل جد رد الحجر الأسود إلى مكة بعد أن أخذته القرامطة إلى الأحساء ابن نقيب النقباء يحيى بن الحسين، رد سنة 339 للهجرة. نعم. وأول من أسس المشجر وسمي
وسماه الغصون في آل ياسين ابن السيد الجليل أحمد. البحث ابن أحمد المحدث ابن عمر بن يحيى، هذا جدهم أحمد المحدث، يقال إنه كان يخاطب ملائكة السماء من الكرامة اللي الله طاهيها سبحانه وتعالى. فالسيد يعني إلى مكانات عظيمة وإلى مقام في الفلوجة، عندما هاجر من المدينة المنورة إلى العراق نزل في أرض الفلوجة، وكل مكان يعني حاليا حج إلى موجود إلى مقام بالفلوجة، إلى مقام بالفلوجة. نعم. كل مكان يحل بي يحل واحد من بني هاشم، الله يجعل هذا المكان ببركة وبكرامات وبمعجزات. نعم. فالناس اللي بعد إن صارت الأحداث هاجروا إلى مناطقنا يذكرون إنه إحنا كنا نروح إلى مقام أبو فياض، وهو يقصدون السيد أبو محمد الحسن الأسمر، يودي له النذور والمناسبات به، الأعياد به، ولا زال موجود المقام في قضاء الفلوجة. نعم. ممنون. يا أهلا. هذا القبر الشريف ويكسوه شباك مرصع بالذهب والفضة، جيء به من أصفهان سنة 2018 ميلادي. تفضل. الآن نزور قبر السيد الجليل سلام الله عليه. وهذا خلف الشباك مصلى النساء، هذا مصلى النساء، مساحته 600 متر مربع خاص للنساء، وذاك المقابل الشباك القديم ذاك اللي كان منصوب على القبر الشريف. جئنا به سنة 65 ميلادي من كربلاء، وكان معمل إيراني يسمى معمل كسائي، صنع فيه هذا الشباك القديم، وهو من النحاس الذهبي. هذا الشباك القديم الآن احنا محتفظين به. نعم. كتراث. نعم. نعم. هذا صنع في مدينة كربلاء، معمل إيراني شارع العلقمي يسمى معمل كسائي، صنع سنة 1965 ميلادي. أربعمائة وسبعة وثلاثين. حجينا الغالي، ذكرت لي حادثة مرت بيك شخصيا أنت في فترة إعمار السيد الجليل. نعم. اذكرها للمشاهدين. سنة 2019 ميلادي عندنا أحد الأخوة الدكاترة دكتور محمد عبد الشهيد. نعم. وكان السيد الجليل فيه إعمار. نعم. ومن عادتي أنه العامل من يحل أعطي إجور المبلغ. أي. سبحان الله ذاك اليوم ما عندي. أنت وفق قاعدة أعطي الأجيرة أجرة قبل أن يجف عرق، هذه الإمام علي أوصى بها. نعم. فقلت له سيدي ومولاي هذا بيتك، انت تتكلفه، ما عندك شيء ذاك اليوم. ما عندي كل شيء ذاك اليوم، حتى ايه؟ يعني فلوس الاجره ما عندك، حتى غدا العمال شلون حاير بيه. حاير بيه. اي والله. هو يسمعني السيد. اجاني هذا الولد دكتور محمد، امه متوفيه وكان يوم السابع من وفاته. نعم. قال حجي امي هالغبشه هاي اجتني في عالم الرؤيه. في عالم الرؤيه. قالت لي يا محمد تروح لأبو محمد الحسن الأسمر تشكر لي منه، لأنه في عالم البرزخ آني خلصي من شدة كبيرة، وتدرى عالم البرزخ يعني من أصعب المواقف للإنسان بعد انقطاع لا حول ولا قوة.
وقالت لي تلقى حج موسى قاعد عند عمال بالإمام وكأنما عايشة الحال سبحان الله مثل ما هي الواقع واقع الحال ومخلي أمانة يمك يريد يطل العمال ما عنده هاي الأمانة تودي لهيا حتى يطي أجور العمال مال الإمام هذه بالألفين وتسعتعش والدكتور حي يرزق والرجل على رؤوس الأشهاد نقل هذا الكلام وأني طبعا نقلته حتى على الفضائيات لأنه هذه الدليل على وجاهتهم أهل البيت في أصعب الأماكن في أصعب اللحظات يكونون شفعاء للإنسان نسأل الله أن يرزقنا شفاعتهم نحن وإياكم وأن يثبتنا على نهجهم إن شاء الله يا أهلا وسهلا بك أستاذ الفاضل ومرحبا بكم ضيوف حليتوا في هذا المكان الطاهر الله يبارك فيك أمين جدا الله يحفظك يا مرحبا.